بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا لو تكرمت، عندي سؤال بالنسبة للمظاهرات التي خرجت في المغرب والتي حدثت في المغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأخطاء تحصل من بعض الأفراد، والخطأ لا يصلح بخطأ، فهذه المظاهرات وهذه التصرفات هذا من أفعال الجاهلية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الرجل وما حصل له، البلاد محكومة وفيها ولي أمر وفيها حكم وفيها قضاء، وكل سيأخذ حقه. ولكن أنبه إخوتي المغاربة أن يشكروا الله على ما هم فيه من أمن وأمان، وأن ينتبهوا ممن يريد أن يستغل مثل هذه المواقف من الأعداء. فالأعداء يتربصون وينتهزون مثل هذه الأشياء، وربما يدخلوا في الناس، فالعقلاء يهدئ النفوس ويسعوا في الإصلاح، والسفهاء يمارسون هذه الفوضى وهذا العبث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المملكة المغربية من كل شر، وأن يوفقنا وإياهم لصالح القول والعمل. آمين. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.